دلوقتي ان شاء الله المراجعه النهائيه لصفتين الاعدادي، اهلا بيكم وان شاء الله بالتوفيق في امتحان بعد بكره ان شاء الله الترم الاول. يلا بينا نتابع كده مع بعض المراجعه النهائيه لصفتين الاعدادي. وليد اند احمد ار توكينج اباوت احمد فيفورت روم، عن افضل حجره لاحمد ان ذا هاوس، في المنزل. وليد بيقول له what is your favorite room in your house، ايه افضل اوضه عندك في البيت؟ قال له it's the bedroom، اوضه نومي. قال له why do you like the bedroom، وليه بتحبها؟ قال له because the bedroom contains all my things، ان بتحتوي على كل اغراضي. is there a sofa in my bedroom، هل في كنبه في البيدروم؟ قال له yes there is a sofa in my bedroom. how many curtains، curtains يعني الستاير، are there in your room، قال له there are two curtains، في ستارتين. where do you put your clothes، بتحط ملابسك فين؟ قال له in the wardrobe، في الدولاب. اللي بعده do you have a daily routine مريم، هل انت عندك daily routine مريم؟ قالت لها yes I do، ايوه انا عندي. when do you get up، تصحي الساعة كام؟ قالت لها I get up at 6:30 in the morning، 6:30 في الصباح. قالت لها do you make your breakfast، هل بتصنعي الفطار بتاعك؟ قالت لها no I don't، ما بعملوش. قالت لها who always makes breakfast for you، مين بيعملك الفطار؟ قالت لها my mom always makes it for me، مامتي دايما بتعمله لي. how do you go to school every day، وكيف بتذهبي المدرسة كل يوم؟ قالت لها I go to school by bus. اللي بعده هلو ياسمين هاو ار يو، كيف حالك؟ فاين ثانكس، بخير شكرا. وات ار يو دوينج، ماذا تفعلين؟ اي ام لوكينج ات ماي فوتو البوم، ببص على البوم الصور. كان اي سي يور فوتوز، اقدر اشوف صورك؟ قلت لها شور اوف كورس. هو از ذا بيرسون بيسايد يو، هو مين اللي جنبك دوت؟ هي از ماي براذر، اخويا. هو از ذا جيرل اون ذا رايت، ومين البنت اللي على اليمين؟ قالت لها ماي سيستر ندى، اختي ندى. نكست أشرف is telling أيمن about his home city. What is your home city؟ قالت لها it's دميطة، دمياط. دميطة where is it located؟ ولاقيها فين دمياط دي؟ قالت لها it's located near the Nile، بجانب نهر النيل. قالت لها what is the east it famous for، مشهورة بإيه؟ قالت لها it's famous for its furniture، مشهورة بالفرنيتشر أو العفش يعني أو الأساس. What is furniture made of، هو مصنوع من ايه العش... الاساس دوت؟ قال لها it's made of wood، مصنوع من الخشب. What else is it famous for، ومشهوره بايه كمان؟ قالت لها ايه كمان؟ cheese و sweet industry، والحلويات. بعد كده نمبر 6 your bedroom is nice shady، اوضتك جميله شادي. I think thank you عمرو، شكرا يا عمرو. What is it made of، مصنوع من ايه؟ it is made of wood، مصنوع من الخشب. هو بوت ايت فور يو، من اشتراها لك؟ ماي فازر بوت ايت لاست دي اير. دو يو لايك ذيس كيرتنز، هل بتحب الستائر دي؟ يس اي دو، او يس اي لايك ذيم فيري ماتش. وات دو يو بوت اون ذا شيلف، ماذا تضع على الارفف؟ اي بوت ماي بوكس، بحط كتبي. نيكست وات دو يو ثينك ا هيرو از، ماذا تعتقد البطل يكون؟ اي ثينك ا هيرو از سام وان هو كان دو سمثينج بريف، اللي بيقدر يعمل حاجه شجاعه. What do you mean، ما معنى كلامك؟ I mean a hero isn't scared of anything، ما بيخافش من اي حاجه. I think a hero is someone who is scared but still tries the best. I'm not sure what do you mean. I mean a hero puts other people first. Sorry I don't understand. I mean a hero helps other people، يعني بيساعد الناس الاخرين. كده برجعنا على 7 محادثات ممكن تيجي في الامتحان بأفكار مختلفة.